السلام عليكم، صباح الخير عليكم خاوتنا. كما راكم تشوفوا رانا نبريباريو خاوتنا ان شاء الله لو سطاف تاع اتاتيكا خاوتنا باش نقلعوا لولايه وهران. على بالي بلي راكم رايحين تقولوا لي علاش راكم رايحين لولايه وهران، علاش ما رحتوش الجيجل، على ما رحتوش الباتنا خاوتنا. واش صرا خاوتنا؟ سي كو الفائزه من ولايه جيجل هدات الطابله تاعها خاوتنا الخوها اللي يسكن في ولايه وهران اكزاكت خاوتنا في بلديه بير الجيل خاوتنا. استناونا خاوتنا ان شاء الله، انا رايحين نقول لكم احداثيات الطريق نقطه بنقطه خاوتنا ان شاء الله، وان شاء الله راكم رايحين تتمتعوا معنا ان شاء الله. خاوتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، راكم قناه تاعكم اثر الثقه. كما كنا عند الحسن الظن تاعكم في المسابقات اللي فاتوا، اليوم رانا فاني في المسابقه المستفيده تاعنا تاع جيجل اللي استفادت معنا في الطاوله تاع كوزينه 6 كراسي. راهي استفادتها وعطاتها هداتها لخوها في وهران، لان نديروا في النقل تاعها باش تروح لوهران ان شاء الله، ونتلاقاو ثم في وهران عند اخ تاع اللي استفادت معنا في المسابقه تاعنا. عندك شوكو تاع مراد النبات هذا مقلع القديمة. هذا مقلع القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتنا، مرحبا بكم مباشرة من صفحتكم ومن قناتكم قناة آثاث الثقة. كما كنتم مع الأخ إسلام والأخ بلال، اليوم بإذن الله راح ترافقونا طوال هذا الرحلة الممتعة إلى مدينة الباهية وهران، هكذا باش نسلموا الهدية تاع الأخت وداد بوحتيش الخوها من ولاية وهران. كما كنتم تشوفوا خاوتنا رانا في محطة خاوتنا، درنا استراحة قصيرة مع الاخ خويا العزيز، ورانا ان شاء الله نعاولوا باش نديماريو الوهران الباهيه خاوتنا، لا ديريكسيون وهران الباهيه. نعاودوا نولوا للباهيه وهران، هي ثاني اكبر مدن الجزائر بعد العاصمه، واحدى اهم مدن المغرب العربي، تقع في شمال غرب الجزائر على بعد 432 كيلومتر عن الجزائر العاصمه. الباهيه مطله على خليج وهران في غرب البحر الابيض المتوسط. ظلت المدينة منذ عقود عديدة ولا تزال مركزا وميناء بحريا هاما. شهدت المدينة منذ القدم اهتمام الحضارات المختلفة وأطماعها، فتقلب حكمها بين سلالات عديدة من عرب وأتراك عثمانيين وبين محتلين إسبان وفرنسيين، وضع كل منهم بصمته لتزين بها المدينة. وتعد المدينة مكان جذب للسياح، فلا تزار الجزائر دون زيارة الباهية وهران. ونعود نولو المجريات الرحلة، كما راكم تشوفوا خاوتنا شاحنة آثاث الثقة توقفت باش تأخذ قسط من الراحة، وعلى حساب شوفوا الأخ إسلام بدا يبان عليه التعب وراح يشري الماء هكذا باش يسترجع أنفاسه باش يعاود يريكيبيري لينرجي اللي راحولو طوال هذه الرحلة. من هذا المنبر نقولوا له خونا إسلام ربي معاك، وراح تتعب بزاف بزاف بزاف، لكن هذا ماشي خسارة في المتابعين وماشي خسارة في الفائز تاعنا. وعلى حساب هذه اللافتة خاوتنا شاحنة آثاث الثقة راهي على مقربة من مدينة الباهية وهران، ابقوا معنا هكذا باش نسلموا الهدية الملاها، باش نسلموا الهدية لوداد بوحديش اللي هداتها الخوها من ولاية وهران، وهذا دليل على تكاتف العائلات الجزائرية فيما بينها. بسم الله وكما راكم تشوفوا خاوتنا مع الاخ اسلام وصلنا لمدينة وهران، وتحديدا للمنزل تاع الفائز اللي راه يبان امامكم في الصورة.
ومن هذا المنبر نقولوا له مبروك عليك خويا العزيز، ان شاء الله ربي يدومها عليك افراح كثيره، وعائله اثاث ثقه دائما في الموعد ودائما عند كلمتها. كما راكم تشوفوا وصلنا الهديه المولاها، الحمد لله يا ربي، وهذا كله توفيق من عند الله عز وجل. وعلى حساب وش راني نشوف خاوتنا، عائلة أثاث ثقة ما فيهاش غير الكبار، فيها كبار وصغار، كما راكم تشوفوا هذا البراعم اللي عطاونا جرعة زائدة وزرعوا فينا فرحة كبيرة لا توصف. وهاي ليكم لطاب الخاوتنا، خرجت ما شاء الله في الكوزينة تاع الفائز تاعنا، خرجت كل ملكة، خرجت روعة، الله يبارك خموس وجبرين عليها. خاوتنا ما اداهاش وحدها، وكنا عند كلمتنا، اداها بها باللوازم تاعها، بها بهذا السيرفيس اللي راكم تشوفوا فيه. وعلى فكرة خاوتنا اللي ما فاش معنا هذا المرة، راه كاينين هدايا أخرى يقدر يشارك، وربما ربي كتب له ويكون هو الفائز مرة أخرى. وقبل ما نختم خاوتنا، حبيت نشكر بزاف الأخ إسلام والمرافق تاعو، ونخليكم مع الكلمة الأخيرة لمدهنا الفائز. سلام. السلام عليكم، معكم فائز مع في الصفحة تاع محل الثقة، محل أثاث الثقة، بوحديش صابر الفائز الثاني في المسابقة تاع مسابقة أثاث الثقة اللي داروها في 30 مارس 2021. كانت ربحت اختي ربحت من جيجل، وهدتها لي، قالت لهم، عيطت لهم قالت لهم نهديها لخويا، والحمد لله راه جابوها لي، راهي في الدار، غادي تشوفوا لي فوطو، راهم يفوتوا كلش، والحمد لله كانوا في المستوى ما شاء الله. جابوها، كان استقبلناهم واستقبلونا ما شاء الله، الله يبارك، ناس ما شاء الله، ربي يبارك لهم، ربي يبارك لكم خوتنا في تجارتكم، وتجارة مباركة إن شاء الله، ومرحبا بكم عندنا تاني في وهران.